كمية معتبرة. الهوارية؟ الهوارية اي حمام لغز اي وقليبيا. وقليبيا اي قليبيا الناس كل تعرفها بالبحر وتعرفها بالتصيف، لكن هي راي زادة معناتها منطقة فلاحية، مدينة فلاحية، منطقة فلاحية. باهي. الكاكاوية قد 80% ولاية نابل لوحدها ولا الكل ولا الإنتاج كل في ولاية نابل؟ لا مش كل ولاية نابل، أما هي معناتها المرسل الكبير كما نقول ديما عند ولاية نابل في الكاكاوية. مناطق خفيفة ما تنجمش فيها كيما القروية يعني. الكميات ماهيش كبيرة. باهي. الكاكاو يعطينا فكرة معناتها المساحات المزروعة. فوالا المساحات اثنين مزروعة في حدود 2400 هكتار. 2400 هكتار هاي اي كونتر اثنين عمناول كان في حدود 3400 تراجع معناتها اي عمناول الانتاج كان في حدود 6800 طن هاي وسنا في حدود 4900 طن ديما هي نفس الانتاجية في الهكتار معناتها حوالي زوز طن في الهكتار. هاي ايه علاش علاش تراجع معناتها هذا تراجع المساحات جفاف تغييرات المناخيه تغييرات مناخيه قله الامطار المناطق التقويه العموميه كل في نابل خاصه في شمال الولايه اللي هي توجد فيها الهواريه وقليبيا وحمام الغزاز اي معناتها من 2022 معناتها المناطق التقويه العموميه كلها مسكره سدود فارغه دونك ديما الاولويه للمياه الشرب وحتى مياه الشرب حتى في السدود اللي موجودين في ولايه نابل كلهم نسبه التعبئه نتاعها في حدود 5% 4% 2% حتى السدود تلعب في الكره. وضعيه صعبه جدا معناتها اليوم كارثيه كارثيه. ربي يرحمنا بالمطر ان شاء الله. ما فماش تساقطات في ولايه نابل لحد الان هذا الموسم ما صابتش في سبتمبر؟ تساقطات بسبب متفاوته ومشكل برشا نتاع عرض نتاع درجين ربع ساعه ما دامتش معناتها اكثر كميه تخلي ثابت 40 ملم كل ديما في العشره 15 فهمت ما فما جاتنا زوز زوابع العاديه وهو كبير في منطقه الحمامات ونابل وقربه معناتها قربه وبعدها مره اخرى في جرومباليا وشويه بني خلاد ومن زبوزاته هذوما معناتها خاطر ديما السحب هذه تجي سحب رعديه ومرفوقه بالعواصف. ربي يرحمنا ان شاء الله. كان معنا في المباشر سي عامر بحبه قال ان شاء الله معناتها وسط الاسبوع القادم فما كميات ان شاء الله تكون طيبه على عدد من جهات الجمهوريه وحتى الاسبوع اللي بعده ان شاء الله معناتها هذايا اللي قال لنا عليه سي عامر ان شاء الله في انتظار انه التوقعات هذه تثبت يا ربي هذا ما نتمناوه. فوالا هذا ما نتمناوه. توقعات ان شاء الله. باهي قل لي الكاكاويه وقتاش تتغرس وقتاش موسم الجني نتاعها؟ والله بينتو تبدا الجمعان نتاعها. معناتها فما ارتفاع قداش نغطيو احنا من الانتاج هذايا معناتها كي ننجو في الـ 4900 طن قداش يغطي من احتياجاتنا الوطنيه معناتها اليوم على مستوى الانتاج من الكاكاويه؟ احنا ديما الكاكاويه كل عام نستوردها ديما تقعد نقص ما نقص التوريد نوردها خاصه من مصر تدخلنا برشا كاكاويه. معناتها ما يعمل شيء هذوما لل 4900 طن يسدوا حاجات كبيره مي لابد نزيدوا طريف من بلايص اخرين وكاو. ما نجموش نعملوا نوصلوا في يوم ما نحقوا الاكتفاء الذاتي نتاعنا من الكاكاويه مثلا ولا صعيبه؟ والله لو والله كي ترجع التساقطات كما كانت مريت لو كل شيء نجموا راهو خاطر تنجم كيما تنجم راهو انت تولد وتنجم تصدر من طون راهو. فوالا معناتها نحلموا اليوم باش نصدروا. اي وهذايا مربوطه ديما بالانتاج وكل عام وكيفاش خذ انا عمناول مثلا معناتها كي تنحي 1000 هكتار راهو تعتبر معناتها حاجه كبيره برشا راهو. هذه في ولايه نابل برشا. وهو بطبيعته الانتاج نتاع عمناول معناتها فيه تراجع على السنوات اللي قبلها هكا ولا يعني تقريبا المسار ماشي الكورب ماشي معناتها ديسوندونت مش اسوندونت. هي الانتاج بالنسبه على مستوى الانتاجيه بار هكتار ثم استقرار انا قلت لك زوز ترانت التراجع في المساحات معناتها التراجع في المساحات في المساحات انا قلت لك الماء الجفاف الماء اساس الحياه معناتها اليوم اذا كان ربي يقولوا احنا ان شاء الله ربي يعطي خير واحنا نسبقوا الخير لكن القوارض زاد في حاجه للماء اللي هي مت هذيا هكا ولا
والطوارث هي هذيك كاش نحكي فيه موضوع كبير برشا تحبت له حصص يا حصص. قل لي ما اعتذرتني على الجرح الحساس. الجرح الحساس. ماهيش فما القوارص السنة معناتها عندنا مشاكل بالجملة. احنا الاشكالية نتاعنا الكبيرة الكل في المنطقة السوقية العمومية نتاع مين خلاد من وزارة السيمان اللي هي معناتها الباز الكبير نتاع الماء نتاعها مياه الشمال. مياه الشمال كنا ناخذوا حكاية 70 مليون متر مكعب هبطنا ل 54 بعد هبطنا ل 33 في عام جفاف وبعد هبطنا ل 23 ولا 26 كذا اللي عام ممطر وال 3 سنين ولا 4 سنين اللي فاتت ولينا 10 ملايين 7 ملايين واحنا سنة الطامة الكبرى هي سنة انه اعطاونا كان خصونا 6 ملايين وفي الاخر اعطاونا كان 3 ملايين و100 على 6000 هكتار معناتها تجي تحسب 200 هكتار قداش خذا 50 متر مكعب ما يعمل حتى شيء والعود والهكتار يلزمو 8000 متر مكعب في العرض معناتها التساقطات قداش لما 500 600 معناتها نحكي لك المنطقه السقويه العموميه من خلال من وزاره السيمان اللي تقال 9000 هكتار كانت تقى فيها 1000 هكتار ينتج السنه راهو حاجه خارقه للعاده. والله حوال يا ربي معناتها اليوم السنه تعب الانتاج على مستوى القوارص تراجع كبير في الصابه. لا ما تغضبش هكاك لكن الغابه راهو نتاع البلدان كبرت برشا. هاي الاخرين احنا في نابل مثلا كي نحكيو الغابه القديمه 9000 احنا في نابل تو في تحسب القديمه والجديده فما قرابه 20000 هكتار. هذوما الكل زاد الزبد ال 10000 هذوما زاد الزبد. فهمني وفما والبرزدان ولا موجود على مستويات 18 ولايه راه. ما عادش نابل فقط معناتها تختص في الانتاج. لا 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 كلهم دخلوا الانتاج كما ولايه ولايه جندوبه ولايه القروان فهمني انت حتى في قفصه وقابت موجود البرزدان. بعد اليوم اذا كان نتلهاو بالفلاحه نتاعنا الحقيقه اذا كان كل المناطق اليوم معناتها حاجه باهي تقول لي انه الانتاج توزع ما عادش في منطقه واحده كان انه اليوم تلفتوا الفلاحه نتاعنا وربي يعطي خيره معناتها الماء اساس كل شيء لكن مع شويه هكا لهوه وغيره نتصور معناتها نوليو لاباس علينا امورنا واضحه. لكن هي فما حاجه هذه ما تقول لي توسعت كل شيء لكن احنا ضيعنا الخارطه الفلاحيه نتاعنا. هكا علاش اليوم الناس ولاو يطالبوا بخارطه فلاحيه جديده. خارطه فلاحيه جديده ولا؟ لا هذاك كانت مش البرزدان وين تقدر تزرع في ولايه ناس شويه في ولايات اخرى معروفه به نابل فوالا كل جهه معروفه بال كنا من 90% في ولايه نابل هبطنا تو 65% برك فما 35 في الولايات الاخرى. ربي يعينكم ان شاء الله. والله انا كل ما نحكي على القطاع الفلاحي قلبي يوجعني معناتها عندي فقره اسمها لاجري كل ليله نحكيو على الانتاج الفلاحي وديما الانتاج الفلاحي المشاكل والصعوبات كلها يعاني فيها في كل القطاعات. ربي يرحمنا برحمته الواسعه ان شاء الله. كل خاطرك يصب المطر المشاكل نتاع الفلاحه كل تتحل تتوف ان شاء الله تتحل والفلاح ان شاء الله هذه يبدا يخدم على روحه ان شاء الله. جماعتين اخرين تكون معايا في مباشر تقول لي مبحب حين راهو البرتقالات والزيتونات والكاكاوية راه امورنا واضحه وان شاء الله يا ربي هذا ما نتمناوه ان شاء الله. شكرا سي عماد الباي فضلك رئيس الاتحاد الجوي والفلاحه صيد البحري بنابل شكرا ليك يعطيك الف صحه. كتاب حول اسرار وحيل التعامل مع الناس في كل المجالات نقترحها لكم تتفيتا ديوان فان هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس خليك معنا.